لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نحن على مشارف الانتهاء من قواطع الأدلة في الأحكام التكليفية، فإن أردتم أن نأخذ أيضا الأحكام الوضعية معها ويتكامل لنا بعد ذلك الأحكام الأحكام الشرعية بأسرها بقسميها، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فعلنا وعدنا الإخوة في مسألة الدورة المكثفة في الأصول بأننا سنأخذ من قواطع الأدلة الأحكام التكليفية فقط، فممكن نزيد الأحكام الوضعية أو ننتهي من الأحكام التكليفية ونقف الأمر إليكم، وسأنتظر الرد منكم. اليوم نحن على مشارف الكلام على مشارف الانتهاء من الأحكام التكليفية في الكلام على المحرم. قال المصنف: والمحظور هو الممنوع، وأصل الحظر المنع، ومنه الحظيرة التي تفعل للدواب تجمعها وتمنعها من التفرق، فالمحظور هو الممنوع. وكذلك الحرام هو الممنوع من إتيانه، ومنه المحروم، وهو الذي منع سعة الرزق. ويقال الحرام والمحظور ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، ويثاب على تركه. طيب، هنا عندنا الكلام على المحرم أو المحظور، وقد اكتفى المصنف بالإشارة إليه بأنه المنع، وهنا يلزمنا الكلام على المحرم صراحة من أكثر من وجه. يعني لو قلنا من الأحكام التكليفية، هنا من الأحكام التكليفية المحرم، فالكلام على المحرم فيه يعني نقاط كثيرة، فأنا أتكلم عن المحرم من تعريفه لغة اصطلاحا حكما يكون هذا المحرم، ويمكن أن نقول أيضا المحرم صيغة، وهنا المحرم أقسام المحرم. يعني هذه التي نباشر فيها الكلام على المحرم، هو المحرم والمحظور، سواء عنده المحرم والمحظور عنده جعلها المسألة تكون سوابا، يعني سواء حق لغة هو المنع، التحريم هو المنع، المحرم والممنوع، المحرم والمحظور هو الممنوع، هذا المحرم. وفي لغة الحبشة المحرم الحرام هو الواجب، قول تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. العباس قال: واجب على قرية أهلكناها ألا يرجعون. هذا لغة. اصطلاحا المصنف جعل المحرم اصطلاحا هو ما ترك ما يعاقب على فعل، ما يعاقب على فعل، فعرفه بايش؟ بحكمه. كما قلنا حقه بالنسبه للاصطلاح هو طلب الكف، احنا قلنا انه اقتضاء، يبقى اذا طلب الكف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، اعلاء الادنى،
طالبوا الكف على وجه اللزوم، طالبوا الكف على وجه اللزوم، يعني يعني كأنه تقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فإذا المحرم هو طلب الكف على وجه اللزوم، وله صيغ يعني يعرف فيها طلب الكف، يعني تعريفه هنا في هذا الباب طلب الكف على وجه اللزوم كأنه إيش؟ كأنه وجوب طلب. احنا قلنا الحق أنه اقتضاء، لأن الأحكام الشرعية هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والاقتضاء طلب الفعل أو طلب الترك، طلب الفعل أو طلب طبعا وجه اللزوم الجزم، إن كان جزما محرم أو واجب، وإن كان لا على وجه الجزم فيكون الندب والمكروه على الاختلاف في بينهم. وهذا يبين لك العلاقة بين النهي والأمر، على ما قال أن الأمر شيء نهي عن ضده أو عن أضداده أو عن ضد من أضداده، هذا تفصيل آخر في هذا الباب. فيكون هنا حكما، ما حكمه؟ حكمه هنا يساب تاركه انه طلب كف يستحق ويستحق العقاب فاعله، هذا حكم. يبقى المحرم هو ما يساب تاركه ويستحق العقاب فاعله، هذا هو المحرم. طبعا هناك مبحث مهم جدا، ايهما احب الى الله، المبحث يعني استتمام، ايهما اعظم اجرا أو أعظم جرما، ترك الواجب أو فعل المحرم؟ هذه مسألة سنعرض عليها فيها فائدة. صيغ المحرم التصريح بالتحريم، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال الله تعالى إنما حرم عليكم، إنما حرم عليكم الميتة إلى آخره، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وأيضا في قول الله ويأتي وفي في الحديث ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أتيت القرآن المستمر، حديث لو في أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا ما وجدناه حلالا أخذنا به ما وجدناه حراما يعني اتقيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا أيضا من السنة فيها التصريح به، وقد يأتي بالوجوه، قد يأتي بصيغة الأمر لتعلم التلازم بين الأمر والنهي، إنما الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر إلى آخره، قال فاجتنبوا، وفي قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا أيضا من صيغة التحريم، يأتي بصيغة الأمر كما قلنا لتعلم التلازم بين الأمر وبين النهي على ما تكلمنا فيه. يبقى أقسام المحرم هنا، هنا عندي المهم في هذا الباب، المحرم ينقسم إلى كبيرة وصغيرة، وهذه انفادت يعني هذا ليس فيها يعني الكلام عليها، الفائدة الأصولية فيها، الفائدة الأصولية في هذا الباب ليست فيها كبير فائدة أصولية كبيرة وصغيرة، هذه للديانة، لأن الكبيرة والصغيرة ما يترتب عليها معرفة الكبيرة من الصغيرة، ما الذي يترتب عليها؟ يترتب على التفريق أمور، منها واحد أن الحسنات بالصلوات والصدقات والبر تكفر الصغيرة
لا الكبيرة في قول الجمهور. يعني ايه في قول الجمهور؟ يعني بعض العلماء يرى انها تكفر الكبيرة والصغيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فهذه الصغيرة الكبيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. طب الدرن والأدران هنا الآن، ولذلك الزلات أغزار وأدران، والحسنات بحار تنظف هذا، فتنظف الجميع، تمحي الجميع، تمحي الجميع. فلذلك قلنا بأنها قد تكفر الصغيرة وتكفر الصغيرة والكبيرة الحسنات وهي صلوات، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. قال إنك لجريء، لله أبوك، ائتني به. قال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقات. فقال لما قال ذلك قال لست عن هذا أسأل، قال تسأل عن فتنة التموج كموج البحر لآخر الحديث، لكن هنا الشاهد أنه قال تكفرها الصلوات والصدقات والصلة والصوم، فقال ليس عن هذا أسأل. يبقى هذه الفتن التي تكون فيها المكفرات، هو قال فتنة المرء في أهلي وماله وولدي، فهذه تركها على 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 عواهنها، أو قل على عمومها، قد يقع فيها الصغيرة والكبيرة. قد يستدل المرء بهذا الحديث أيضا على أن الحسنات يذهبن السيئات كبيرة وصغيرة، أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الحق أن الجميع حمل التكفير على الكبيرة، لأن كل المطلقات التي جاءت قيدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت الكبيرة، ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت الكبيرة. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال فعلت ما فعلت بامرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرخت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وقرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقالوا بأن يبقى هذا الفرق بينه، يترتب على ذلك مسألة المكفرات، التكفير يكون للصغيرة لا للكبيرة، لكن قد أقول والكبيرة، هذا قول ابن تيمية، الكبيرة تكفرها كبيرة الحسنات، وهذا قول فصص، هذا قول راقي. لما هذا يستخلص من حديث الرجل الذي جاء إلى المدينة مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجرا إلى الله، فجاء إلى المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما استطاع أن يتحمل جو المدينة، اشتواها، فأخذ المشاقص المقص وقطع براجمه، فالدم لم يرقى، فمات الرجل، مات وجاء صاحبه يدعو الله عاما كاملا أن يريه ماذا فعل بهذا الذي قتل نفسه، مع أنه كان مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه في أحسن هيئة وأتم سرورا، لكنه يخبئ يده منه، فقال له صاحبه ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لي لن نصلح منك ما أفسدت، أنت قطعت أصابعك لن نصلح منك ما أفسدت. فلما قص على النبي القصة تعجب النبي ثم رفع يديه ودعا اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فكانت الحسنة الكبيرة كفرت معصية كبيرة، قتل النفس كبيرة جدا كبيرة، لست هنا من قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة، ومن الكبيرة أيضا أن تكون عينا للكافرين على المسلمين. جس حاطب بن أبي بلتعة وكتب إن الرسول يجيش الجيوش إليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا تعجل علي يا رسول الله رويدا، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني أعلم أن الله ناصرك، لكن أيضا هو بعث إليهم بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، جس لهم، والجسوسية كبيرة، وقد تكون كفرا إن أراد علو الكفر على الإسلام، لكن هو تبرأ منها، حاطب تبرأ منها وقال ما فعلت ذلك ردة عن ديني وإني أعلم أن الله ناصرك، يعني أنت أعلى عليهم، فخرج من كل هذا. لكن قال النبي ماذا قال؟ قال صدقك الرجل، ثم أتى بالمكفرات
ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. اذن هنا صارت الحسنه الكبيره كفرت معصيه كبيره في هذا الباب. كما قلت ليس فيها فائده اصوليه كبيره، لذلك لن اقف معها، انا فقط اتيت بها حتى تكون يعني من فئه القول. ايضا في هذا الباب ايهما اعظم اجرا ايهما اعظم جرما، يعني ترك المحرم وفعل الواجبات ايهما اعظم عند الله؟ فعل الواجبات اعظم. ايهما اعظم جرما؟ ترك الواجب اعظم جرما عند الله من فعل المحرم. طبعا انا هناك يعني حوالي اكثر من 35 دليل اتى ابن تيميه، انا ساتي بدليل واحد، ان المساله مساله بحث مطول عام في هذا الباب، لنا الكلام على البحث الاصولي فقط. اقول اهم استدلال في هذا الباب بان الله جل وعلا قال عن ابليس يعني امره امر فلم ياتي به فصار ملعونا الى يوم الدين، ونهى ادم عن شيء فارتكبه فصار في الجنه بعدما استغفر وتاب ربه جل وعلا واناب الى ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا قال الله تعالى اني جاعل في الارض خليفه، ثم قال واذ قال ربك الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس او امر فرد الامر على الله فلم يفعل الامر، ابى واستكبر وكان من الكافرين فصار ملعونا، وارتكب ادم الاكل من الشجره وقد نهى الم انهاكم عن تلكم الشجره واقول لكم ان الشيطان لكم عدو مبين، نهى فارتكبه، لكن لما تاب وانابه تلقى ادم ربه كلمات فتاب عليه. فترك الامر اعظم عند الله من فعل المحرم، وهذه كلها تبين لك في وضعيه الحكم على الناس. ففاعل الكبيره تسقط عدالته ما لم يتب، طبعا ما لم يتب او ياتي بحسنات تكفر هذه الكبيره، وفاعل الصغيره ليس كذلك. فهذه احكام على الناس مهمه جدا تجعلك تفهم وتعلم لما العلماء ضبطوا الكبائر ببعض الضوابط وليس هذا من بحثنا، وايضا فرقوا بين الكبيره والصغيره لانها احكام تتعلق بها، احكام تتعلق بها. يبقى لنا مبحث اخير في هذا الباب على المحرم، نكون قد انتهينا من الاحكام التكليفيه سوى المكروه، وياتي ان شاء الله والامر اليكم في مساله ان نتم هذا بالاحكام الوضعيه. اقسام المحرم، وهذا البحث الاصولي المهم، وهو على قسمين: المحرم لذاته، المحرم لغيره. ضابط المحرم لذاته ما كان فيه المضرة أو غلب عليه المضرة. المحرم لذاته ما كان فيه المضرة أو غلب عليه المضرة. المحرم لغيره هو ليس فيه مضرة في نفسه، قد يكون مباحا لكنه وسيلة إلى محرم فحرم من أجل الوسيلة. لذلك هذا يفيدك جدا ان المحرم لذاته لا يبيح ابدا الا الضروره. المحرم لذاته لا يبيح ابدا الا الضروره. الميته محرمه، الاكل منها لا يباح الا عند الضروره اذا شارف على الموت وتقدر بقدرها. كما في القاعده الفقهيه الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. المحرم لغيره تبيح الحاجه ليس الضروره، الحاجه. يبيع زيد لبسينة لعائشة لهند يبيع لها سيارة والمسألة فيها أخذ ورد ويمكن يكون في مخاصمة فلا بد أن يرى وجهها، يراها عشان المخاصمة يعلم أن هذه التي اشترت منه وتعاقدت معه. يريد أن يخطب امرأة والنظر محرم للنساء يذهب ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لما قال له أنه خطب امرأة من الأنصار قال نظرت اليها؟ قال لا، قال انظر اليها فان في عين الانصار شيئا، عشان يكون القبول ولا يترتب على ذلك بعض النفره بينكم. القبول مهم جدا، قال انظر اليها، انظر اليها فان في عين الانصار شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الواهبه تهب نفسها للنبي صعد النظر فيها وخفض. فالمحرم لغيره تبيحه الحاجه، والمحرم لذاته تبيحه الضروره فقط.
وايضا المحرم لغيره قد يباح من اجل النظره المقاصديه، لان ما منع سدا للذريعه ابيح للمصلحه الراجحه. فلو كان هناك مصلحه راجحه غالبه يباح، يباح. هذا فرق محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لغيره على الراجح اصوليا بقى هنا، المحرم لغيره على الراجح بانه تكون معه الجهه منفكه، فلا تطبق قاعده مطلق لا يقتضي الفساد. لا تطبق فيه قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد، لكن هنا في الذات تطبق. القاعده تطبق لانه محرم لذاته، فيطبق فيه قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد. هذا تفصيل ساتي، يعني القاعده سافردها بالشرح درسا كاملا ان شاء الله في الاسبوع القادم. يعني انا ابدأ بها لان هي قاعده من الاهميه بمكان. القاعده التي تتعلق بالمحرم هي قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد ام لا، وهي صراحه قاعده من الاهميه بمكان، وانها ايضا تختلف باختلاف اقوال بعض العلماء في هذا الباب، وفيها اختلاف المذاهب ايضا يترتب عليها، يترتب عليها اختلاف المذاهب. لكن خلينا نتكلم على المحرم لذاته الان. المحرم لذاته في هذا الباب هو ما جاء ما كانت مضراته كما قلنا محققه او غالبه، محققه او غالبه. اكل الميتة، الخنزير، الدم، طيب، والغالبه كبيع الخمر. الخمر فيها بيع الخمر، التجاره في الخمر، التجاره في الخمر فيها بعض المنافع، وهذا بنص القران. قال الله تعالى: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهم. الربا، الربا نفس الامر، فيه منافع، الذي يتعامل بالربا يعلو، ويموت الذي ياخذ منه قرضا بالربا يموت. فالحاصل فيه بعض المنافع، منافع زائفه لم يعتبرها الشرع. فلما كانت المنافع في مقابل المفاسد، المضار اقل بقليل، ما يعني المضار اعظم بكثير من هذه المنفعه الضئيله، اعطاها الشرع حكم ايش؟ حكم الغالب، حكم الذات، فكانت محرمه. والمحرم لغيره كما قلنا اصله قد يكون مباح. بيع العنب لمن اعتصره خمرا هذا مباح، البيع العنب مباح، لكن بيعه لمن اعتصره خمرا حرام، لانه يصل به الى الحرام. بيع السلاح وقت الفتنه حرام. اذا هذا الباب تفرق فيه بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. والمحرم لذاته كما قلنا يطبق فيه قاعده المطلق نهي يقتضي الفساد، وما المحرم لغيره فلا، لان مساله الجهه المفكه بتكون مع هذه الاقسام. المحرم يبقى قاعده مهمه جدا معنا اصوليا في هذا الباب، هي قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد ام لا، مع ان المفروض اؤخر هذه القاعده الى الكلام على الامر والنهي ان اردنا نشرحها، لكن انا اتعجلها هنا لامر اخر، الا وهو انني كما قلت سانتهي معكم في قواطع الأدلة بالأحكام التكلفية، فإن أردتم، لأنه برضو أيضا المصنف عرج عليها تعريجا يسيرا في الأحكام الوضعية، تكلم فقط على الصحيح والفاسد والصواب والخطأ، وأيضا في مسألة الطاعة والمعصية والحسن، ودخل في مسألة كلامية كلام المعتزلة، مسألة التحسين والتقبيح، فممكن أيضا إن شاء الله نلملم شمل هذه الأحكام الوضعية ونأتي بها إن أردتم ذلك. أما قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة لا يعني لا يصح إلا أن نفردها بشرح في درس قادم بإذن الله تعالى. فلو في أسئلة كده انتهينا بفضل الله من الكلام على المحرم، يبقى لنا المكروه، وأيضا القاعدة هذه نأتي بها. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى جزئية أخرى من كتاب التنبيه، لأننا ما زلنا في الأذان، والأذان قد تكلمنا عندنا مسألتان يعني وقفنا عندهما، هي مسألة الأذان أفضل أم الإمامة؟ يعني الانشغال بالأذان أفضل أم الإمامة؟ والمسألة الثانية بأنه لو 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 تعاقد أهل قرية على الامتناع من الأذان، ماذا على ولي الأمر أن يفعل في هذا الباب؟ نعم، لو في أسئلة تفضلوا. في أسئلة؟ طب هات الأسئلة عشان نبدأ ندخل في المسألتين. إذا لمستني ابنة عمي على ملكي. هنا أيضا هناك قالوا هنا في الفيس في الـ طبعا هم لازم يقولوا كده، الميكسلر لابد ياخذ بذلك، لأن هم الحمد لله يعني باعوا أنفسهم لطلب العلم، إن شاء الله نحسبهم كده، الله يحسبهم. اتفضل شيخ هات الأسئلة. يقول
يقول اذا لمستني ابنه عمي على ملابسي فهل ينقض الوضوء؟ كيف؟ اذا لمستني ابنه عمي على ملابسي هل ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء، بل لو لمستك على البشره نفسها لا ينقض الوضوء على الراجح خلافا للشافعيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبل احدى نسائه، وهذا الحديث صحيح المعاصره موجوده، قبل احدى نسائه ثم ذهب فصلى ولم يتوضا. هل يجوز اخذ كارد من البنك؟ معلش انا اسف هنا بس سؤال في المكسر مهم بصراحه الجسمي يا حبيبي هذا من ماليزيا. طيب هو يقول بانه الاخوه عندهم محاضرات بعد صلاه المغرب، هم يصومون يوم الاثنين والخميس، هل يجوز لهم ان يصلوا يعني ان يصلوا طبعا الجماعه في البيت ثم يفطرون ثم يدخلون المحاضره؟ نعم لهم ذلك، وليس شرطا الجماعه في المسجد، ليس شرطا الجماعه في المسجد، بل يصلون في البيت جماعه وايضا يفطرون يعجلون بالفطر ليدركوا المحاضرة، لهم ذلك يا صالح، لهم ذلك، تفضل. هل يجوز أخذ القرض من البنك؟ لا ما يجوز أخذ القرض من البنك، لأن أخذ القرض من البنك سيجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا هذه قاعدة عليها الإجماع. هو نص حديث لكنه ضعيف لم يصح، القاعدة عليها الإجماع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا في ما فيه من اللعن، الربا في حرب من الله، فأذن حرب من الله ورسوله. ما حكم صلاة الحاجة؟ وهل لكن فيها خصة؟ هو طبعا يعني تكلم بها الفقهاء في هذا الباب على حديث الأعمى، فله أن أتوضأ ويدعو الله جل في علا، هو يصلي ركعتين يستجمع فيما قلبه ويدعو الله جل وعلا بحاجته، هذا إن صح أن نقول بها. نعم. هل يجوز للمرأة أن تذهب للحمامات أو الدش لغسل الجسم؟ والحمام عندنا في الجزائر عبارة عن دش كبير وفيه صوم ساونا ولكن هناك غرف فرديه. اذا كانت غرف فرديه وتتاكدين ان ما فيش احد بحال من الاحوال يعني مغلقه، لا ما فيش منافذ للرؤيه او الكاميرا او شيء من ذلك، وانت احتجتي الى ذلك فلك، وانا انصح بعدم الفعل. انصح بعدم الفعل، لكن لو فعلت والغرف كما قلت مغلقه وانا متاكد والاخت الفاضله متاكده انه لا كاميرات لا شيء يمكن يظهر شيئا، فالامر يكون على الجواز، وان كان الاولى نصيحه لا تفعل. هل الصلاه جائزه اذا جرح الانسان واصاب ثوبه شيء من الدم؟ نعم كانوا يصلون في جراحاتهم على الراجح الصحيح كما روى البخاري والحسن البصري قال ذلك، وحديث عباد بن بشر عمر بن ياسر فيه نفس الامر، اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اعد الصلاه. انا قرات الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاول سهوا ثم اكملت صلاتي، فهل صلاتي صحيحه؟ نعم صلاتي صحيحه، بل قرات الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول على استحباب، وان كان الجمهور يرون انه كان كانما وقف جلس على الردف اللي هو الحجاره المحميه يعني، وهذا حديث ضعيف ايضا، لكن هو الحق انه كان يتعجل فيه، هي الصلاه في التشهد الاخير، لكن من قالها فقد احسن والصلاه صحيحه، ليس فيها ثم شيء. التاجر وقرر تقول نكمل الاحكام الوضعيه. ممتاز، نسال الله ان ييسر لنا ذلك، وان شاء الله سنكمل يعني ناتي موطن أخطاء الفساد ثم نكمل بعد ذلك الأحكام الوضعية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.